السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم الجمعة، 19 مايو 2023، الساعة 11:32، حرارة دابا 18. الجو هانتوما كتشوفوه، البارح طاحت الشتا، طاحت بالخصوص في العشية، طاحت بزاف، طاحت واحد الرضا. كنت في الباساتي مع ديك الستة وشي حاجة، ستة ونص تنظن، ما بين لا يا قبل ستة، ما بين ستة الاراب، خمسة ونص، حتى ديك ستة وقسماين، ستة وقسماين كانت ناقصة. درت واحد الفيديو شوية هي بالتليفون، ميم با اون مينوت، صورت الشتا يعني كانت كثيرة، ربما نديرها في الاخر ديال هاد الفيديو، غنزيد داك الطريف، عرفوا بانه ديال البارح، غنكتبها عليه الا قديت، الا لقيت كي ندير، ما كانش دابا نحطو في الوقت. هذا راه ديما رحنا في مرجان، تيدير الديسير هنا نسولوه. اشحال البنان؟ 240. بنان 240، بنان 240. نشوفوا السويق هاد المنصورة اش غيقولوا. عاود واحد لي سباس فيغ، راه فايت صورتو لكم واحد الجريده. المهم هنا راه كاين الجرادي، هنا كاينه هاد الجريده زوينه، فضاء اخضر وسط العمارات. الاحياء الجديده المشكل ديالها هو هاد ديما تلقات الرملة والتراب، ويعني ديما كاين البني باش يتسالى البني ويتعاودو تقادو الطرقان، وخاص مدة. هذا مش جد النخلة، هذا بيم، هذه إقامة حكيم ثلاثة، كاين شي متتبعة ساكنة هنا. مالين التيسير نسولوهم هنا دو. حتى نرجعو واقيلا نشوفو بعدا الخضرة. هادي السويق هاد المنصور، دلاه شحال داير؟ اشحال واصل دلاه؟ 50 ريال غاية تهبط. 50؟ ما بغيت ياكل انا. شوف 50 ريال الدلاح، 50 راه غادي في الهبوط، تاكسي ما غاديش يزيد. اذا السويقه هي هذه، 140 الخوخ، 140 ريال الخوخ. ها انتما كتسمعوا، هذاش هذاش هذا بغينا ندوز نزورو في هذا الدرب، ندور على اليمين وصافي نحط السيارة هنايا، نديروها لتحت كاع.
الملوخيه ما عرفوش باقي غاليه ولا شحال واصله الملوخيه مول الملوخيه؟ نعم شحال واصله الملوخيه؟ ملوخيه سلامه 50 حاجه الله الله يحفظ صحتك. درهم ولا باربع درهم؟ درهم 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 لا 50 يعني ديما في الغرباويه ديال اللي قالوا له الدلاح طاح الدلاح طاح خليو السياره هنا ونصوروا شي شويه على رجلينا كاين شي نخليوها هذه الملوخيه شحال دايره الملوخيه الملوخيه دايره جوج بنيادم 50 والثومه الثومه ربعه صغيره 8 كبيره 160 بلديه هذه بلديه وديال داك العام ديال ماشي جديده خلاص كتخلص دابا كتخلص مزيان مزيان شحال دايره هاد الباربا الباربا باربا شحال؟ 3 دراهم فن واحد الباربا من داك الشيء من داك الشيء الربيطه والله تقريبا فيها شي حتى نص كيلو هذه الرجله ياك هذيك هي الشموتيه ها؟ الشموتيه الشموتيه هذيك الشموتيه تيقول لها الشموتيه ما عمري سمعت هذه تيقول لها الرجله انت نقول لها الرجله الرجله غنيه بالفيتامين سي هذه من داك الشيء زعما بالخصوص المصاران و صحيه صحيه 100% وهذا الخص هذا فريزي ها أه؟ هذا فريزي هذا الفريزي روج ما تزعزعش بزاف فريزي والله ما شفتني انا تنقول هذا الفريزي هذه لا ليتشي فريزي الصفراء كاين فهاد السلاقه ما عندها حتى واحد التصوير شحال هادي 3 دراهم 3 هذا العادي هذا العادي هذا الخص العادي مره 3 دراهم مره 3 دراهم اليوم شحال؟ اليوم بجوج دراهم اليوم بجوج دراهم حسب الحجم اللي تيلعب خير تبارك الله نتاع مولانا خير شحال البنا؟ 240 ثمن واحد ما وقته 240 هي اللي كاينه في السوق بطاطا بطاطا 140 7 دراهم اللي قال سويهله شحال؟ 6 دراهم سويهله 6 دراهم تبارك الله فنه ديال مراكش ديال من ها؟ هادي مراكشيه ها؟ لا 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 المغرب شويه رخيصه عليها ناقصه شويه ما 6 دراهم تبارك الله راه مزيانه راه كانت بكثر دابا راه نقصت ها شوف هي مازاله في الصنابق شو هذاك الشيء فن الشاق داني هادي هادي الشهديه هادي الشهديه تيقولوا لها دانون بيضه من الداخل عرفتي على فن دايره بحال دانون 15 درهم دايره تبارك الله الخير بالمولى تبارك داك الشيء زوين فن هذا السوق ديال المنصور هذا سويق ديال المنصور جات كاينة 303 مزيانة داك الشيء مشكل شكرا 16 درهم ونص فايتة كيلو نعم شكرا خليها تما حتى نولي ام والديك عزل لي شي وحيدة عافاك مرحبا خذ لي شي وحيدة هذيك اللي ملها اللي ملها هذيك هذيك مرحبا الله يحفظك 360 با انا فيها 3 كيلو قول هذيك لا ماشي ديالك هذه عرفت عرفت 3 كيلو وزاي ما كاملهاش هي جوج اونص خذها لا بغيتيها لا لا راه عزل لي هذه انا راه غير 360 مزيانه في واحد اللي غادي ياكلها لا بزاف عطي واحد صغير عطي عبر لي هذيك عبر هذيك على الله زين نتبع لك هنايا شحال فيها؟ شحال فيها؟ 360 شويه 360 جوج اونص هي 300 120 جوج اونص هي 300 120 ديري 120 اه ترى غادي كتعبر على حساب الشهديه لا 320 شحال؟ 320 صافي واحد حتى تما مع الاخر شكرا قرعه تبارك الله كي دايره سميتها؟ الرطيلية هذه الحمراء العادية شحال دايرة هاد القريعات؟
حمراء ولا خضراء؟ بشحال هذه بشحال هذه؟ خضراء تنبيعوها ب 100 ريال، الخضراء تنبيعوها ب 160 خيزو؟ خيزو هو رخيص. هو كنبيعو كل مرة 60 ريال. 60 ولفت؟ حتى هو. 60 تبارك الله. بروكولي واصل 15؟ لا 260. 260 تبارك الله. هذا السيد كيبيع حتى النعناع ديالك. الحامض؟ ستة درهم تبارك الله. سير خيز نورمال مورا تيبيع حتى لي زيبينار تيبيعهم. هاد السيد هذا مشهور هنا معروف. باربار عنده الباربال هي كور. شوفوا سيدي انتوما خيز امي. شوفوا اللي عجبك. هاي 160 100 درهم. 160 8 درهم. او باعها لها ما عرفت شحال. شحال حسبتي انا؟ قديش ما بحال الوالد بصح قرعت الماء وصافي 5 درهم ولا 6 درهم تبارك الله 5 درهم ثومة منين ما فيها اكثر من كيلو هذيك القرعه ثومة دري زوين هذا تيصاوب راه الكرافس وعندو البربل هي عندو هذا مول الدلاح هذا اللي على اليمين عنده دلاح زوين ولكن انت يقول 3 دراهم الاخر الفوق راك شفتو تيقول هي 50 خضره راني صورت لكم شي حاجه المهم راه صورت لكم شويه الناس ظرافات يعني ها الغرس ها الغرس على لا خوله ها هو الغرس إذن هذا المنصور رحنا في المنصور الشارع الرئيسي هو هذا اللي غادي ندخلوا له دابا المهم دابا تشوفوا دوك الخضيره والفواكه اللي صورت لكم الخير موجود تبارك الله الخير موجود إذن دابا رحنا 12 و3 دقائق حرارة 19 واش ملي السيارة كانت واقفة المهم تمشى وغادي يبان ديال اليوم الجمعة الكسكسو خلاص خدينا الخضرة ديال الكسكسو هيا ديك المرة اللي هي على اليمين كانت ندير الخضرة منقية راه عندها الطوق عندها ياك الطوق عندها داكشي زوين منقي هذا الرون بوين الكبير ديال 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 المنصور انا قلت للمراه تزيد ولا خرج جاي على اليمين ايوا هادشي اللي عطوا هذا الرون بوين ديال المنصور الرون بوين الكبير هنا كاين مول الزيتون ها هو هذا مول الزيتون هذا داكشي عنده سلعه زوينه تيدير الزيتون زوين اللي بغى الزيتون ما كان جه حتى لعندو لهنايا باش ناخد الزيتون إذا الجو اليوم جو جميل ما كايناش الشتا ولكن مغيمة الجو مبرد من داكشي ولكن البارح طاحت الشتا عبد المغيث ناخذ الكسكسو الكسكسو كنا كناخذوه ب 10 دراهم 9 دراهم الكيلو هذوك اللي تيكونوا اونبالي السميات ديالهم راكم تتعرفوهم دابا ولا ب 16 درهم 16 يعني من مور الحرب ديال اوكرانيا ولا ب 16
الفنان خلاص 240 نيت بحال هذاك اللي قال لينا 240 في الطريق اللي إذن هو هذا عبد المغيت حسبونا هي ب 15 درهم تقول 16 لا هي 15 حسبونا ب 15 ما تيشا في السوق راكم شفتوها يمكن هي ما قلناش الاثمنه راه كاينه من 180 حتى ل 200 10 دراهم ما تيشا غاليه بطاطا كاينه نتا 120 كاينه ديال 140 ربما راكم شفتوها ربما مسجله في الفيديو ما بقيتش عاقل اشنو اللي سجلت واشنو اللي ما سجلتش في الاثمنه هذا شارع محمد السادس هنا غندخلوا شارع الإخلاص أنا هذا الشارع سميته شارع الإخلاص نسبة إلى مسجد الإخلاص هنا خذينا اللحم ولكن هنا زايد 10 درهم على المدينه على باب جديد هنا 90 درهم باش حسبوا تناخذوا انا في باب جديد يعني في جناح لامان عند مصطفى ولد السي الكبير كناخذوا ب 80 درهم تيحسبوا 80 درهم وعاد يعني تناخذ طريف شويه زايد كينقص منو يعني داك الطرف اللحم كاع اللي تيبان لي قاص حتى يحيدو وتنطحنو كفته راه داير واحد الفيديو على العمليه كيفاش كناخذ اللحم كيفاش ينقص لي داك الشيء راه داير واحد الفيديو يعني كناخذ طرف ديال اللحم مثلا 2 كيلو 2 كيلو شويه كنحيدو منو اللحم ديال الطياب وما كانوا حتى شي قطيبات مثلا تحت في الفيلي كيداروا قطيبات واللحم الاخر الباقي كيطحن تيدير له شويه ديال المعدنوس وتيدير له شويه ديال البصله وشويه تزيد له شحيمه تو يعني وتيطحنوا كفته يعني العمليه فابور يعني ما هنا زايدين 10 درهم زادوا علينا 10 درهم ما كاين بس عجزت نهبط انا في الحقيقه عجزت نهبط حتى الباب جديد باش اذن هادي لا بيرلا ايس ادروات الأجواء نتاع مكناس اليوم الجمعة السلام عليكم المطار غزيرة تبارك الله عين السلوكي الماء كيدي الماء بارك الله هاي باش تقطع بارك الله اليوم الخميس يوم الخميس 18 يمكن تقطع بلا ما تفزك شوف هذا بغير شنو
كتر غزيره ضربات دابا راه نقصات. تبارك الله.